بتعبنا ان احنا بنقدم للهواة المصريين، يمكن ان الشخص المصري في الشرق الاوسط كمان اول شركه تقييم مصريه، اول برودكت مصري خالص لتقييم العملات الورقيه، واللي كان يحاول زمان بيعاني علشان يرسل العملات ويرسل للتقييم كان بيحصل بعض المشاكل في المنافس نتيجة ممكن تخوف تخطيط الأمور أو القوانين، نتيجة مثلا عمليات تعسفية بتحصل، بس المهم كان فيه يعني بيحصل عدد كبير من المشاكل في خروج ودخول الأوراق الخاصة بالبلد. النهارده أنا برفع عن أي هاوي في مصر الريسك والمخاطرة والمنافسة إنه يرسل ورقة بره مصر، بقول له لأ الورق موجود هنا في مصر، الشركة موجودة هنا في مصر، التقييم أصبح متاح لي بمنتهى السهولة من غير ما يحصل أي مخاطرة أو ريسك في إرسال الورق للخارج. حتى بتيجي تشرفنا في الشركة بتقدم الأوراق اللي محتاج تقييمها أو اللي محتاج تكشف عن حالتها الفنية أو مدى أصليتها وبتتركها للتقييم، وإن شاء الله بترجع تستلمها تاني وهي مغلقة بتذكر التقييم الخاص بالشركة، وبتحصل على تقييم دقيق جدا وفقا للمعايير المشترعة عالميا في أغلب الشركات الخاصة بتقييم أوراق الدخول خارج مصر. النهارده يعني احنا بنعتبر بمثابة فرح للمواطن علشان خاطر الحاجة دي استنيناها كتير، والبرودكت ده يعني في تعب جهد من أجله على مدار 3 سنوات اللي فاتت، وكنا بنتمنى دايما إن الهاوي يقدر يوصل لأعلى درجة كواليتي في تقييم الورقة من غير ما يكون فيه معاناة، وفي نفس الوقت الأسعار هتكون أقل بكتير من الخارج، يبقى أنا منعتك من الريسك نديك برايس قليل قوي في تقييم الورق، وفي نفس الوقت انت هتحصل على منتج عالمي. فاحنا النهارده بنهني كل الوسط ونتمنى ان اللي يحصل سبورت او دعم كبير من الهواه ومن الناس اللي ممكن تساعدنا بان المشروع ده ينجح، بالذات ان هو وليد هذه اللحظه واول مره يتعمل فيها. بشكركم وإن شاء الله تكون بداية خير للهواية وللهواة.